السلام عليكم. اليوم طريقة كيفاش تجبد الدراهم من موزع الآلي بريد الجزائر. كما راكم تشوفوا ندخلوا الكارطة هكذا، الشريحة تكون من قدام، من بعد نستناو شوية تجينا هذه البلاكة تاع العربية وفرنسية، خير عربية. هنا دير الرقم السري متكون من 4 أرقام، تنتظر. كي دير الرقم السري تنتظر، برك ما تعبص على الخضراء لا والو، تنتظر وتخليها هكا. عندنا سحب، عندنا سحب سريع 500,000، ومن هذه السحب سريع 500,000، وهذه من السحب وطلب رصيد وكشف مختصر. احنا نديرو طلب رصيد باش نشوف شحال عندي دراهم. نعبزو على طلب رصيد، نستناوها شوية تخرج لك الورقة. تبغي تشوف في الورقة، تبغي تشوف في الشاشة، احنا نديرو متابعة. من بعد يعاود يطلب منك تدخل الرقم السري، تدخل نتا الرقم السري وتنتظر ما تعبز والو. هنايا كي تدخل الرقم السري تعاود تجيك البلاكة هذيك الاولى، هذه سحب وسحب سريع 500. اللي يبغي يجبد سحب سريع 500 عبز عليها ديريكت. حنا نديرو سحب ونديرو مبلغ اخر، انا باغي نجبد اكثر من اللي راهم حاطين هنا. ندير 600,000 اللي هي 6,000 كيما هكذا، وتعبز على هذه فاليد، على القفله الخضراء فاليد. تنتظر شويه وتقول لك هل تريدون الحصول على التذكره باش تشوف لافوار شحال بقالك وشحال خرجت. انا درت نعم باش نشوفها. كيما هكذا تخرج لك لاكارد، هنا راه يحسب. انتظروا شويه، هيا تشوفوا يا خرجنا درهمنا هكذا. كيما راكم تشوفوا خاوتي هاي خرجت. وما تنساوش ما تدخلوش علينا خاوتي، عطيناكم معلومه، اعطونا لايك واعطونا اشتراك للقناه، والسلام عليكم.